you <laughs> مساء الرضا كيف حالكم ان شاء الله طيبين اليوم جبت لكم وصفه حاجه جدا روعه جبت طريقه الشبس او البطاطس وزي ما يسموه في مصر شبسي اليوم نحن بنقفل مصانع الشبس او البطاطس او نكون منافسين لهم ان شاء الله او ممكن ربنا يكرمنا احنا ونعمل كده مصنع ان شاء الله باذن الله شوفوا هنا عندي في مصر حبتين استخدمت حبتين بطاطا اللي فيها نقطه حمراء هي للقلايه اذا ما فيش عادي اهم شيء انها تكون البطاطا لونها ابيض لانه في بطاطا لونه اصفر للطبخ لكن الابيض الفاتح للقلايه تكون حلوه إذا الآن أنا قشرته وغسلته إذا بنفس المقشرة ممكن تقشروها نفس كذا رفيع أو إذا أنتم يعني حريفين قدكم رفيع تقطعوها بالسكين أو ممكن في تانية تقية دوية تخرج سلايس كذا رفيع البطاطس مقشرة أو تكون مقشرة حديد في صناعة محلية في اليمن إذا ما فيش قدو في اللي هذه محضرات الطعام الآن محضرات الطعام الحديثة تجي فيها ملحقات للبرش لتقطيع الرفيع للسلايس أنا عندي هذه محضرات الطعام تقطع لي أشكال وبرش وتقطيع رفيع طبعا أنا قسمت البطاطس لأنه ما دخلتش كامل بطاطا كبيرة فشوفوا أنا أحف حاجة أرفع شيء خشرت البطاطا فيه او قطعت البطاطا فيه الان شوفوا لازم نغسلها طبعا الماء مقطوع فاني رجعت اغسله بماء الفلتر فلازم تغسلوها لما الماء تحسوا انه الماء راح النشا حق البطاطس اكثر من مره يمكن اني اربع مرات شطفت البطاطا لما الماء حسيته خلاص شفاف كده ماء تمام ابيض خلاص الان بعبيه ماء وبضيف له ربع كوب خل طبعا الخل تضيفوه حسب الكميه انتم ممكن تقطعوه اكثر مني فايش بتعملوه لازم لما تذوقوا الماء كده باصبعكم تذوقوا انه الماء فيه بخل مش انه ميبانش طعم الخل لا فيه بخل حاجه بسيطه تعرفوا انه ده الماء فيه بخل يعني فهمتوا كيف اضافه الخل انكم تحسوا بطعم الخل بالماء كده قربوا وتذوقوا بعد كده خلوه 15 دقيقه 20 دقيقه آه ساعة منقوع بالماء أو أني خليته خمسة عشر دقيقة خليته أو عشر دقائق كده قولوا خمسة عشر دقيقة صفيته تمام من الماء وبعدين نشفته على فوطة مطبخ عندكم فوطة منشفة نظيفة حق مطبخ كده رصوه شوفوا كيف ترصوه زي كده وإيش نعمل له الآن نعمل له زي الشاور كده ننشفه يعني شوفوا كيف عملية التكفيف شوفوا كيف رفيع ما شاء الله حاولوا كده تقففوه يعني كده تفحصوه بس مش تكسروه لا يعني شوفوا بلطف يعني جيبوا دي المنشفة على دي الفوطة كده وحاولوا تمسحوه ها كده تمام ينشف البطاطا يعني نحنا نقلل الماء اللي فيه فهمتوا مش انه يعني لازم يقلل الماء اللي فيه تحسوا انه شوية نشفت البطاطا الان الزيت عندنا ساخن كأنكم بتقلو بطاطس من السر اللي يطلع الشيبس حلو تنزلوا البطاطا حبة حبة شريحة شريحة نزلوا البطاطا يعني هي ورا بعض بس بتفريق يعني مفرقة تكون ما تكونش كده تاخدوها بيدكم وتحطوا لا شوفوا كيف أرميها حبة حبة هنا هنا يمين يسار لمن لمن أحس إنه خلاص يعني إنه الحبات خلاص امتلى يعني الصراحة كيف أقول لكم يعني شوفوا كيف يعني امتلي خلاص الآن كده بس بالملعقة اللي بارزين بدخلهم كده بالملعقة بس ممنوع تحركوه أبدا ما تقلبوا النوش كيف متى تقلبوا انتم بتحسوا انه البطاطا او البطاطس مسك نفسه استوت يعني شوية مسكت نفسها قصت بدت تقصي لانه في البداية تكون طرية خلاص الان اول كده ما تحسوا انها بدت تقصي ابدأوا قلبوها ممكن ترفعوا النار حاجة بسيطة عشان درجة الاحمرار اللي انتم تشتوها تشتوها اكتر من كده او انتم كيف تعرفوا ان البطاطا استوت او الشيبس استوى يطوف لفوق يرتفع وكمان الرغوه اللي في هذه حق البطاطس خلاص تهدا كانكم كانه البطاطس تغلو بماء استوي ما عادش في حق البطاطا تحسوا ان البطاطا خلاص راح ذاك الصوت وكانه ماء كانه البطاطا بماء حاطينه فخلاص هذا يعني انه خلاص البطاطا استوت مقرمشه وممتازه انتم لما تقربوا الطريقه بتفهموا ايش قصدي يعني التش حق الزيت ما عادش بوقف. ما فيش عاد صوت لأنه البطاطا خلاص استوت. ما شاء الله شفتوا كيف القرمشة؟ كمان إيش بشبك ناعم حاولوا إنكم يعني أول شي تنشفوها من الزيت أول ما تطلع ما يكونش فيها زيت. فهو يفضل إن تكون صفاية كده شبك. وهنا كمان شوفوا نزلها حبة حبة كيف؟ بس بش يمين يسار وسط هذا السر اللي يخليها حلوة ومقرمشة وحبة بحبة لكن لو حطتوها كلها مع بعض ما بتطلعش البطاطس تمام فانتم هي بسرعة على طول كده حبة بحبة ما شاء الله هنا طبعا اللي يقلي ويكون حد كذا معاه بالبيت ما ما يجلس اللي اول واحد يروح على طول تاني واحد يروح يعني كأنكم تقلوا للهواء الحمد لله بالعافية عليهم في ران المطبخ أني أسميهم وصدقوني إذا قربتوا هذه الطريقة خلاص ما عاد فيش عاد داعي بطاطس من برا أو شبس من برا خلاص أنتم بتعملوا بالبيت بتروحوا عن صاحب الخضار حبتين بطاط ثلاث حبات بطاط أو كيلو بطاط وما شاء الله شوفوا الحبتين بطاط أجت لي كمية يعني أنتم نحن ما نشتري قرطاس أول ما نفتحه قرطاس البطاطس نشوفه كده فوق بعدين في بالربع بقول لكم يا واحد وما يكفيش نحن الكبير ها اللي يجيك كبير الكبير يعني لكن حق البيت صدقوني مشبع ولذيذ وانتم اساسا عملتوه بيدكم انتم عملوه لاولادكم صدقوني بحبونه تقدروا كمان تنكهوه باي نكهه تحبونه تقدروا ترشوه عليه فلفل حار وفي كمان طريقه بقول لكم اياها بس هي يعني اللي ما يحبش ملح الليمون لا اللي يعمل ممكن تجيبوا ملح الليمون مع فلفل حار وتطحنوه ناعم بعدين بصفاية رشوا عليه ويطلع لكم فلفل بالليمون طعم الليمون هذا اللي إذا أنتم حابينه جدا روعة فإذا أنتم حابين تنكهوا ملح الليمون مع مع فلفل حار تطحنوه فلفل مجفف طبعا ناشف أو كشميري وتحطوه بس أني وحدة دلتني كده وأني في العطار على بهارات البطاطس هنا فعجبتني كثير آه انا جربت جبت قرطاس واحد ودكتور الان جربته جدا لذيذ آه حلو جدا آه تعرفوا ايش ذكرني الطعم ذكرني الطعم ب... كانه في بكار النيل اذا تعرفوا احنا في عدن كارينيل كانه في بكار النيل نفس كده نكهه كارينيل النيل فانتم تقدروا ترشوا كارينيل النيل عليه كده مع بابريكا يطلع كمان حلو اطحنوه بس كامل اول بعد رشوه عليه بصفايه حطوه بصفايه ورشوه عشان يكون ناعم ويرش معاكم تمام في البطاطس صدقوني يجلس لي ثاني يوم وهو كذا مقرمش ايش عادكم تشتوه كذا شغلوا لاولادكم كرتون اطفال واجلسوا معاهم او فيلم كذا حلو فيلم تعليمي او كرتون اطفال زي زمان كنا نشوف كاتولي وسالي واوسكار كان فعلا الولد نفسه يكون فارس والبنت نفسها تكون ست بيت الان الولد نفسه يكون كائن فضائي والبنت نفسها تكون مدري ايش الحمد لله والشكر بالعافيه لي ولكم اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناه تفعيل جرس الاشعارات ولايك وكومنتس حلو منكم